الله لمن عمله حس الكيزان والدكوكة والبشكير ده لو صلوا بالبغرة والياسين وشهر رمضان 30 يوم صاموه 60 يوم ما هيجيف غفرة في باب الجهيم ذات ونين ذات ناسو هنعمل لهم السودان ده جهيم يعني آي أنين تاني هنعمل بر الدرايسة توريت وبعدين العباسية كبويتة وهنسمي كرمك وجيسان الكلاخلات ليلة هنشتغل بل الكلاب أبو لهب اللي دايرين ومر البشكير ده بغشكم أنين ما هنخلي لا بشكير لا كلاب أبو لهب قالوا ناس التاشرات دير قالوا أولاد مايغوما أنا صدقت تبالي ما قالوا أولاد المايغوما لأنه في 30 سنة ده الولد أيوة 30 سنة ولد ممكن يشيل كلاش ممكن يشيل أربيجي زي أنا كنت ساقا كده كانوا هاترين بلقيتوا أولاد المايغوما دير ومشوا أكلوهم ليك تفاه ولهم جد حتى جا فاقينهم لينا ناس علي الحاج وعلي عثمان محمد طه وقاروري ده وعبد الحي يوسف ده في جبر عنده شنو؟ مسجد ده بدا الماني سمي مسجد عبد الحي يوسف مش احسن يسمى بمحمد سيد حاج ايوه ده ما يجي يورينا يا زول الله قال والرسول قال انت انت يعني قرينا الكلام اللي انت بتقول فوقه في الابتدائيه محمد سيد حاج ورانا قبل ما نطلع سنسات ده انت ما تتكلم عن عمر البشكير ده ما تقول له وخليك زي عمر بن الخطاب ارمي يا عبد الحي فارق وهكذا تنجري ديري مسجد يكون اسمه نص موسى انت ما كنت عامل لك مستوصف زي سليمان فيدل انت ولا داير تخش بمسجد اكده جنة انتو ما هتشوفوا جنة تاني السودان ده تاني هيبقى لكم جهيم الا بعد والله داري نملى لكم الازيار عراقي بس عشان تمشوا جهيم مرة واحد في دنياكم ده.